Okay, prep 3, let's start unit 4, lesson 1 and 2, the grammar, to continue the grammar. طيب, open your book page 197. نفتح صفحة 197. Today's what, Monday? طيب last time المرة اللي فاتت احنا خدنا ال present perfect، لو تفتكروه تعالوا نفتكروا كده بسرعة مع بعض. هي وشو ايه هي وشو ايه صح؟ بيجي بياخد معاهم هاد has، وبياخد برافو، معاهم والتصريف التالت ايوه و they we you I ايه have بياخدوا هاد هاد has هاد 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 have plus هاد past participle. تمام، في كلمتين عايزاكم تعرفوهم مهمين جدا، ايه هما؟ لما نشوفهم هنستخدم ال present perfect. since and for، since and for. طب يعني ايه since ويعني ايه for؟ طيب بالعربي كده for يعني لمدة، for يعني ايه؟ ده فور دي يا مس، فور دي يعني فور بالأربعة، بأربعة يعني فور لا for التانية F O U R اللي هي رقم 4، إنما هنا F لمدة. O R بس. F O R هنا معناها لمدة كذا، لمدة كذا. يعني ايه مثلا؟ I have lived here for 13 years، انا عشت هنا لمدة 13 سنة. يبقى for يعني لمدة، بيجي بعديها ايه؟ 13 سنة، مدة زمنية ايا كانت بقى، 3 ايام 3 days، 4 months 4 شهور، 2 years سنتين، long time 5 hours 5 ساعات، a long time مدة طويلة، an hour لساعة واحدة، the last 5 hours for the last 5 hours. يبقى كلمة for لو شفتها يبقى هستخدم القاعدة اللي احنا لسه قايلينها دي، has أو have past participle. تمام، طيب وفور معناها ايه؟ معناها لمدة، لمدة كذا. يجي بعديها a period of time يعني مدة زمنية معينة لحدوث الفعل ده. I have lived here for 13 hours for 13 years، أنا عشت هنا لمدة 13 سنة. سنة طيب أنا عايزة أقول مثلا أنا استنيتك لمدة ساعتين، I have waited for you for 2 hours، I have waited for you for 2 hours. أوكي، يبقى كلمة for معناها إيه؟ لمدة، لمدة. تمام ثانية مسكتها 1 minute. ايوه كمل طيب يبقى قلنا فور معناها ايه؟ لمدة كذا، يجي بعديها فترة زمنية. طيب سينس بقى، سينس معناها ايه؟ سينس معناها منذ، مش لمدة، يجي بعديها منذ. يعني ما اجي اقول ايه؟ I have studied English since I was 8 years old، انا بدأت اذاكر او اتعلم انجليزي منذ ان كنت 8 سنوات. يبقى هنا انا حطيت برضو فترة زمنية، بس هنا مش هحط أرقام، هنا مش هحط أرقام، مش هقول لمدة يومين، لمدة سنتين، شهرين، ساعتين، لا. هنا هقول بالترجمة بالعربي سنس يعني معناها منذ، أنا كنت بذاكر إنجلش أو كنت بتعلم إنجلش منذ 8 سنوات، أو منذ أنا كنت عندي 8 سنين. Has your uncle worked at the hospital since he moved to Cairo؟ هو has your uncle، هل عمك اشتغل at the hospital في المستشفى since، منذ he moved to Cairo، منذ ان هو انتقل الى القاهرة، يعني هو كان في بلد وراح القاهرة. يبقى كلمة هنا since معناها منذ، هو اشتغل في مستشفى منذ ان انتقل الى القاهرة، يبقى هنا since معناها منذ.
Yes, he has worked there since 208. Since 208. يبقى برضو since بيجي بعديها سنين، السنة نفسها بتبقى مكتوبة. Since 200، يعني أنا اشتغلت هناك منذ، أو هو اشتغل هناك منذ سنة 2008. دايما هنلاقي since هيجي بعديها 2015، يعني سنة 2015 16 1950 1900، هنلاقي يعني في سنة هتيجي بعدها. أو ممكن since يجي بعديها أيام، since Monday since Tuesday. أنا مثلا سافرت الكويت منذ الجمعة اللي فاتت، I've traveled to Kuwait since Monday أو since Friday. برضو after since we put what we put years، بنحط سنوات. We have a newcomer، عائشة مشيت عائشة. طيب في حد بيحضر معاكم اسمه عائشة؟ لا اوكي يبقى تاني، يبقى since معناها ايه؟ since معناها منذ، يجي بعديها ايه؟ يجي بعديها ايام او سنين، او مثلا ايام ما كنت صغير، ايام ما كنت بشتغل في المكان الفلاني. ايام دي كده بقولها لكم باللغه العاميه، يعني باللغه العربيه اسمها منذ. اوكي طيب عرفنا الفرق بين since و for. since و for دي كلمات لما بشوفها بستخدم ال present perfect اللي هو has او have past participle، have او has والتصريف الثالث. for هيجي بعديها مده زمنيه معينه، 13 سنه 14 سنه 5 سنين 5 ساعات 3 ايام، هيجي فتره زمنيه. انما since معناها منذ، هيجي بعدها السنة نفسها، يعني سنة 2015 سنة 2018 سنة 1901 حتى. اوكي يبقى since يجي بعديها ايام او شهور او سنين. اوكي انا بدرس في المعهد ده منذ شهر 9. I have learned in this academy since September، منذ شهر سبتمبر. يبقى since بيجي بعديها شهور أو أيام أو سنين. You understand؟ مركزين معايا؟ أي نسمع حضرتك. تمام. طيب تعال نحل كده الاكسرسايز، تعال نحل الحتة دي. يلا ماشي. ندى friends هذا with مها since they were children. طيب قلنا دلوقتي دي since، يبقى لازم هستخدم القاعدة بتاعة ال present perfect، صح؟ اللي هي has أو صح. have past participle. تبقى إيه فاطمة؟ أنا مستمعاكي أصلا، مش number عارفة إيه one، ده. number one. هيجي أوكي بعديها أوكي ندى، ندى هتيجي دي بعديها has ولا have؟ ندى أكيد. هاد has. ندى اللي هي she، ندى ده اسم إن هي بنت شي. يبقى she. طيب ال past participle of be تعرفيها يا فاطمة؟ طيب قولي been، سؤال تاني. been هي صعبة شوية. been يبقى ندى has been friends with مها since they were children، يعني ندى ومها بقالهم أصحاب منذ since أن كانوا أطفال. اوكي اوكي اللي بعدها يا محمد. I haven't drink and using nougat since two horse. I haven't drunk anything 2 hours. يعني ايه 2 hours؟ تو يعني انا عرفت يوتيوب الانجليزي، يعني تو يعني hours. ما اسمهاش hours، اسمها hours. ال H silent، ال H مش بننطق. 2 hours hours يعني ساعتين كده، جت مدة زمنية. يبقى حط فور ولا سنس يا محمد؟ أقول أنا؟ فور
قلت ايه؟ صح، يبقى فور. four. فور 2 hours. تمام. طيب نمبر ثري، Have you ever a ثواني meal for the family. ثواني ثواني ثواني. اوكي. أقول have هقول هاف have. مكتوبة، ده سؤال بيبدأ بهاف. هاف يو ايفر، بنحط بقى التصريف التالت. ايه التصريف التالت بتاع كوك؟ لا cooking. لا، التصريف التالت بيبقى زي الماضي، والماضي بنحط له اي دي، الأفعال المنتظم، يبقى cooked. Have you ever cooked a meal for the family؟ ماشي، Okay. يتوبي حد. تمام، فهمتوا الفرق بين سنس وفور؟ يس. هاتولي واو. بقى صفحة 203. 203. Let's see the key أقرأ vocabulary. أنا، أقرأ أنا، أقرأ أنا، اقرأ. ما أقرأ أنا، طب ايه رأيكم تسمعوا أقرأ بس أنا. النطق مرة مني وبعد كده انتوا تقروا، عشان بس تقروا صح. طب لا معلش، معلش إحنا حد يقرأ الأول، معلش. طب اتفضلي يا فاطمة. ladies first يا محمد، يلا يا فاطمة. درام أويك dream. كار في دريم. ماشي. أويك كار أبوت رف هار هارد ام اوف هارد اوف هيرينج هيرينج hearing. هيرينج كان ذا فلو كانود كانو كانو. كانو عارفين هي مش مركب يعني، اللي هي قارب كده، اللي بيبقى بالطول كده وبيلعبوا بيه كده، بيبقى معاك جدافات كده يقعدوا يجدفوا، عارفينه ده؟ ايوه هو ده، هو ده الكانو. اوكي. مكتوب الريف يا مو زورق طويل ضيق. زورق، زورق اللي هي يعني قارب صغير كده وضيق وطويل كده، وبيبقى كل بيبقى على فكرة دي بيلعبوها كرياضة، تلاقي واحد قاعد فيه كده وماسك جدافات وعمال ايه يجدف يمين وشمال كده بالجدافات. عارفين الجدافات بتبقى خشبة كده طويلة عشان يزق بيها المية لحد ما يوصل. هو ده بيبقى اسمه متنين. الكانو بقى، هو قارب صغير كده، قارب ضيق وطويل كده. تمام. كمل. انا قرأت مس الصف لا كله انا صح، انت ما ماشي. سمعتش بعد كانو. كانوا ديف فلو follow. كونتري country ايه؟ كونتري دي كونتري country ايه؟ كملي. country country seed side. أشهر country side اللي هو الريف. country side. اوكي. تاني، ايه رأيك محمد؟ أقرأ. dream. dream awake car hear. rift hard of hard of hearing. قلت hard مش hard of hearing yes. canyon canoe. canoe beef deaf. beef flow follow. follow a country stead countryside. join shortest لا لا لا، ثواني ثواني، نحل البوب كويز الأول. تعالوا نحل البوب كويز. طيب ماشي. life in the is very peaceful. هيا يا فاطمة، peaceful يعني آمنة. الحياة فين بتبقى آمنة؟
قدامكم الترجمة اهو. country 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 side yes ينفع no. يبقى number one country side okay. اللي هو الريف. سلمى نقط اوف تريفيس تريفينج تو of traveling to Europe، تسافر أوروبا. سلمى إيه بقى؟ تسافر اوروبا بميزة تبقى سلمى. أقول أنا؟ لا لا استني اديله فرصة. ثانية يا مستر، دريم. يا مستر بقى ما تجاوب. لا أنا ما سمعتش، هي قالت إيه؟ استنى، سمعت؟ قالت درين أنا قلت دريم دريمز. هي صح دريمز. دريم. خلاص حل انت الاثنين اللي بعديهم يا محمد، انتوا لسه عاملين من امبارح كده. اهدوا بقى شوية، اهدوا على بعض. ايه يلا بقى يا محمد، جاوب 3 و4 ولا تزعل. نقط people can't hear can't hear. can't hear اللي هي مست ب يعني اللي هي كار ثواني ثواني، احنا هنا عملنا دي. ديف بيقولنا دي ديف يا مس اللي ايوه يسمع deaf. deaf people can't hear. الناس اللي deaf اللي هم اصماء اللي ما بيسمعوش. تمام، جاوب رقم أربعة يا we محمد. shall do we not should about each other. each tear لامس يعني اللي هي كار care care. ايوه we should care. لازم نهتم ببعضنا، لازم نهتم ببعض. تمام لازم نهتم ببعض. واخدين بالكم؟ ما نقعدش نضايق في بعض ونغلس على بعض. صح. لسه اقرا انا. اقرأي. لا يا مثلا اقرا النص التحتاني، قرأت في الاول في النص الفوقاني. sportish طب country. انا لسه بقول ايه، لسه بقول ما نضايقش بعض. طب هو عنده حق بقى يا فاطمه، عشان انت اللي قريتي المره الاولانيه، عشان نبقى حقانيين بقى، نبقى حقانين، حاضر. ماشي ما منحبش حد ايه يزعل. يلا يا محمد doing لو سمحت يا محمد اقرا. shortest كنت كونسيرت لا بالراحه بالراحه بالراحه، ما حدش بيجري ورانا. بالراحه اقرا من اول. join ده فين؟ ده فين؟ join sports كليد البورت. كلود كنت concert كونسيرت concert. كونسرت حفله موسيقيه. انسترومنت instrument زينس شينج change. سينج سينجلينج محمد سينجلي محمد لما انا انطقها انطقها تاني زي change. شينج سين سين sign الجي ما تتنطقش. sign language. ساين لينجج سن سنت سنت continue. كونتينيو بي سين سكول special special school. سبيشال سبيشال سكول كايرو اوبير اوبرا. هاوس هاوس كايرو اوبرا هاوس. برافو. اللي هو دار الاوبرا المصرية اللي بيقعدوا يصوتوا دول. بيعتبروا ان ده فن يعني. فن فن عارفين الاوبرا؟ بير سمعتوا عنها؟ ستوب. ده في ايه؟ فن ان فن نفلي كايرو ها هاوس. نفلي انا مش إكويل سامعاكي ولا سامع محمد. انتوا ايه يا فاطمه؟ جي استنى يا محمد. كويس محمد اللي ميس محمد صوته بيقطع يا جدعان. في ايه؟ صوتك بس بيقطع عشان ما شويه فعلا يقطع يا محمد. صوت ما يقطع طب اقرا اقرا من اول. فان نوفلز، روايات مضحكه. فن نوفلز طب انا يا جدعان هتقري اللي سيكويل بعدها، ما تقلقيش. زين سيكوال. زين فان نوفلز. ثانية يا فاطمة ثانية بس تحلو ثانية ثانية يا فاطمة حاضر. فان نيفلز سيكويل تين تينج تينج teenage boys. بوي تينج بويز teenage boy. تير scared. فوج
سمي سمي اللير سمليرتيس similarities similarities أوجه سمليرتيس التشابه similarities. تمام، سمليرتيس ايه يا فاطمة اللي بعده؟ فورست. اوكي جون جون سبورت سكالد كان كيرت انترستيم كده انت بتقري فين يا فاطمة؟ انتيميت. ده انت دخلت انا قلت ليه يا جماعه؟ انا كنت بقرا ستوري اقري من اول فورست. فورست. سوري حاضر. فورست فان جيم فوق فوق تيربو تيربو فوجي تيربو فوجي تربو. اوكي فوق فلات ري تيربل تيربل ايه ده؟ ري ده حد شارك تاني تاني تيربل تيرب تيرب يس وات وات فلات ان لوت فيري لوت فلود انفرمين صح؟ environment 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 return return return. تمام، انتوا ليت وانتوا ليت ليت بتقرأوا شايفين الترجمة ولا لأ؟ I want you to check me. أكمل يا مس عدو البيانات يا مس. ليت 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 كل واحد فيكم هيقرأ لي واحد. محمد let let يعني يسمح، الماضي بتاعها ايه؟ الباست. ليت الباست بارتيسيبل التصريف التالت. ليت ليت تمام، ليت ليت فاطمة هايد، هيد لا هيد هيدن هيد هيدن. هيد هيدن يس يستخبى يعني. اوكي محمد ستيل يعني يسرق. ستول الباست بتاعها ستولين ستولين ستول 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 ستولين ستولين يعني. ستولن. بس فاطمة تعرف دوري أصلا، ما ينفعش ده. فاطمة فاطمة سوري لا أنا كده نعم يعني هتضايق كده. نعمل كنترول بقى شوية عشان احنا عايزين نخلص. تمام. أنا هغلط، ممكن أقرأ هغلط أنا دوري اللي بعد كل بعدين يا واحد. مس. والله أنا أهو عمري جيت على حد على حد، ولا أنا بخلي كل واحد لا بدوره. لا ده أنت طيبة جدا. مش طيب بحب مين أظلم هيبدأ؟ حد، اللي ما قراش اتلخبط يا مس لما بخليه تروح يقرا. تقرا. لو حد جه على التاني أنا ماشي هزعل، عشان احنا لازم كلنا نستفيد. ماشي، يبقى ستيل يعني يسرق، ماشي سرق في الماضي ستول، الباست بارتيسيبل ستولن. طيب اخر واحد محمد قرأ صح ستيل. طيب اقري بقى يا فاطمة اويك، اقري الديفينيشن بتاعتها، وبعد كده محمد كانو. كل واحد فيكم واحد. not is drink not not is drink. sleeping مستيقظ. I'm awake يعني انا صاحي. طيب يا محمد كانو كانو انت تقرا كورونا ولا مس لا انت اقرا بقى الديفينيشن التعريف. كانو along الون along narrow الون نارو بوت فور ابوت اي دون نو for one سوان ار سوامن two. سوامن انت زي سوامن عينيك سوامينج نزلت على تحتها، لا خليك في نفس السطر. for one or two ديبل ديبل people. يبقى الكانو ده بتاخد يا اما واحد بيقعد فيها يا اما اتنين ماكسيمم. تمام، كير اباوت فاطمة. تمام. كربو feel strongly ايوه about swimming or swimming or something swimming someone or swimming. something Okay. feel strongly about يعني يهتم بيه، ههتم بحاجة او ههتم بحد يعني بني ادمين او اشياء. يعني انا ههتم بالموبايل بتاعي، ههتم باوضتي، ههتم بمظهري، دي كده اشياء. ههتم باخويا باختي بمامتي، يبقى ممكن بني ادمين وممكن اشياء. هير اباوت يهتم بيه. اوكي محمد دريم برايمس دوري يس. انا اكمل pictures and sounds بس الحلم ان بقى، ساوندز واحنا نايمين بنحلم زيت صح؟ يو مع كلمة دريم صح يعني حلم. ها زينك ار
happening happening when you are sleeping. يعني واحنا نايمين ممكن نشوف صور، نشوف اصوات، نشوف احداث لما احنا نبقى ايه نايمين، يبقى ده اسمه دريم. حلو، اوكي. فاطمة grand parents. تمام. تمام. The parents of your parents. Parents. يعني آباء تمام. آباؤنا، يعني بابا وماما، باباهم ومامتهم اللي هم جدودنا يعني. تمام. محمد جوين، يشارك أو ينضم أو يلتحق. become become a part of a group or or club. club. يعني هشارك في مجموعة أو هروح أشارك مثلا في النادي، أشترك في النادي مثلا، يبقى join the club. تمام. فاطمة رافت، نعم. بس state of قول wood that are. محمد. محمد إيه؟ ما تقرا في دوري، ما تقرا في دوري. أنا أنت قريت وجوين، join، أنت قريت join يا محمد صح؟ هي مرة تقرا في دوري منها، من سايبها من بدري. انا مش بحب انزل على حدية، وقالت هي اللي عايزة ما هي تنزل خلاص، ما انا نفسها. مش انا كلمتها وهي خلاص قالت حاضر، ما اتكلمتش تاني والله. البنت يا مس عملت اللي قلنا عليه خلاص، كتر اه خيرها. اللي هو انت اللي بتجره شكل. يلا يا فاطمة، انتوا كبار بقى، انتوا كبار على اللي بتعملوه ده والله. في تالتة اعدادي يا حبايبي، انا بعمل برضه الكلام ده مع ناس في سنة رابعة وسنة خمسة، كبار كده على اللي بتعملوه ده، ما تغلسوش على بعض. ماشي، انتوا تمام. اخوات، قلنا امبارح انتوا اخوات، ما ينفعش تغلسوا على بعض. يلا يا فاطمة، رافت. This is awkward that are but together together so they can flat flow. flat on water on water. pieces of wood، يعني قطع كده من الخشب كانوا بيحطوها مع بعض عشان ايه، يركبوا عليها وتعوم او تطفو، float يعني تطفو على المية او على البحر. دي كانت القوارب البدائية قوي قبل بقى ما يصنعوها ويعملوها كبار وتبقى سفينة ومركب وكده. كانت الأول خشبتين كده ولا ثلاثة، يحطوهم جنب بعض ويقعدوا عليها وإيه، وينزلوا المية بيها. طبعا دي كانت بدائية جدا، كانوا بيغرقوا طبعا. طيب تعالوا نشوف الكلمة ومرادفها وعكسها. طيب بالدور، محمد أنا هقول الكلمة ومرادفها وأنت اقرأ العكس المضاد. نعم. awake sleepless the antonym sleep asleep يعني نايم. تمام. فاطمة let يسمح، allow أو permit يعني يسمح، عكسها عايزة braving prevent braving أو prevent أو forbid 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 يمانع، حسمح عكسها يومينا. تمام. محمد داي، داي باس اواي يعني يموت، ليف عكسها ليف ليف يعيش. فاطمة بريف شجاع، فيرلس دارينج كوريجيوس، كل دي بمعنى شجاع. طب عكسها كوردي كاوردلي، كاوردلي كوردلي يس افريد افريد افريد. افريد تمام، افريد. جبان يعني. محمد كليفر يعني ذكي او عنده مهارة، سمارت انتليجنت، كل دول معناهم ذكي، عكسها عكسها ستوبيد ستوبيد، ستوبيد غبي. اوكي. فاطمة نوتي، حد مشاغب زيكم النهاردة كده، حد مشاغب يعني باد او نويزي. طب عكسها بقى لما بتبقوا هادين، هادي يعني ايه يا فاطمة؟ كيوت 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 كوايت، كيوت كوايت مش كيوت، كيوت كوايت كيوت كوايت. كوايت. اوكي الكيو انا وهي في بينا بالضبط بس شوي سوري. الايه الكيو كيو كيو بتنطق كوا كوا، كوايت كوايت هادي. طيب محمد successful lucky winner، حد ناجح ومحظوظ،
وبيكسب على طول تحتها. unskillful unsuccessful unsuccessful. تمام unsuccessful تمام فاطمة. unsuccessful true correct or accurate حقيقي، حاجة حقيقية أو صحيح. عكسها ال W silent، ال W ما word بتتنطقش. wrong أو wrong and untrue. untrue untrue false false untrue false and inaccurate. sorry accurate. يعني غير دقيق. inaccurate. تمام. طيب عشان احول الصفة لفعل ممكن احط في الاول ايه؟ awake. awake يعني مستيقظ. طب عشان اغير من الصفة لاسم amazing ممكن احط ing. amazing hearing. طيب عشان احول الصفة لاسم برضه ممكن احول why. fog foggy ازود why. طيب ممكن عشان احول الاسم لصفة احط ity زي similarity تشابه. similarity. عشان احول الصفة لفعل احط few ful. اكون الصفة من الفعل care يبقى careful حريص. careful. يبقى awake amazing مدهش. hearing حاسة السمع. foggy ضبابي. similarity تشابه. careful حريص. طيب تعالوا نشوف ال general notes on reading and listening. طب ايه الفرق بين concert و concrete؟ طبعا في فرق شاسع ما بين concert اللي هي الحفلة الموسيقية concert concert دي الحفلة الموسيقية concert. طيب concrete، لا concrete دي يعني الخرسانة لما يجوا يبنوا المستشفيات والمدارس. modern houses are made of concrete and bricks. عارفين الخرسانة اللي بتبقى اللي بيبنوها عشان بعد كده يحطوا بقى الطوب ويعملوا المباني. أيوة ففي فرق جامد، أيوة هي شبه بعض في الحروف بس مختلفين في النطق ومختلفين في المعنى. concert و concrete. اوكي طيب ايه الفرق بين ان انا اقول special school و private school؟ ما الاتنين يعني معناها مدارس خاصة. طب ايه الفرق ما بينهم؟ لا لما اقول special school دي بتبقى ملك الدولة يعني حكومية. اوكي the government is building special schools for the disabled. يعني دي مدارس تبع الدولة، الدولة هي اللي بنتها عشان اللي عندهم مشاكل كمان أكتر في المشاكل الصحية، يعني اللي مش بيشوف اللي مش بيسمع اللي مش بيمشي. دي اسمها special schools. مين اللي بيبنيها؟ الحكومة هي اللي بتبنيها، اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة يعني. طيب private school، لا private school دي بقى مش ملك الدولة، دي بيبقى ليها صاحب. مش عارف نقول ده صاحب المدرسة، مش مدير المدرسة، لا صاحب المدرسة. يعني هو واحد كان معاه فلوس وقال أنا هبني مدرسة. أوكي so my grandchildren go to a private school. It costs my son a lot of money. يبقى الفرق بين special school and private school إيه؟ special school مين اللي بناها؟ مين اللي بنى special school؟ إز بس الحكومة الحكومة. تمام. إنما private school في واحد هو اللي بناها، مش هو الحكومة هي اللي البنك. بناها، واحد يعني مش تبع الدولة، واحد هو قال إيه أنا هبني مدرسة جديدة وهدخل طلاب وهعمل إيه، عايز يستثمر فلوسه في التعليم. فهمنا الفرق بين special school و private school؟ وطبعا ال private schools المدارس الخاصة دي اللي هي بتبقى ملك بني آدم يعني، دي بتبقى أغلى بكتير من اللي هي الدولة، لأن الدولة بتبقى عاملة مدارس مدعمة، يعني اللي بيخشوا مدارس حكومية مش بيدفعوا فلوس أصلا، أو بيدفعوا بيني يعني بيدفعوا حاجات بسيطة، إنما اللي بيخشوا مدارس خاصة بتبقى مدارس غالية جدا. تمام لحد هنا في حاجة مش فاهمينها؟ تمام شكرا. لا بس أخش الحمام وأجي تاني بس. طيب بسرعة. فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ معاكم مغلسين على بعض ليه فقط؟ يا مست مغلسين على بعض ليه؟ انا عايز اعرف.
تعرف في حاجة، هو في حاجة، هو في حاجة. تعرف احنا اول امبارح كنا كويسين مع بعض، بس من قبلها كنا متخانقين بقى انسان انا وهو. ربنا يهدي. بس كده بنتكلم، بس لما بنشوف بعض عادي كل حاجة بترجع زينا. انتوا بقالكم كتير ما زرتوش بعض، انتوا مش ساكنين في وش بعض؟ اي مش ساكنين، بس احنا مش بنشوف بعض اصلا، مش عارفة ليه صراحة. ايه مثلا نسمع ولا نعمل ايه؟ دول درسين. هقول لكم الاول، انتوا التلات فاكرين والرابع past والخمس simple الماضي البسيط، فاكرينه اللي قلنا بينقسم لافعال منتظمه وافعال غير منتظمه، فاكرينه past simple؟ هو هنا يس بيدي يس remember، يس يس هنفتكره كده بس، اللي هو بنحط دي اي دي او اي دي او اي اي دي، ده في الريجولر فيربس، في الافعال المنتظمه. الافعال بقى الغير منتظمه اللي احنا قلت لكم دايما اقول لكم احفظوها، اللي هي مثلا ايت ياكل، اكل ايت، سليب ينام، الماضي سلبت نام، رايت يكتب، كتب روت، دي افعال لازم تتحفظ. اوكي مش الثلاثاء هو يسترداي؟ yesterday يعني أمس، امبارح. صح ترنزيز. طيب ناخد page الواجب. هندريد فيفتي وان ولا وان هندريد؟ two hundred and 17 218 ده الواجب، 217 217 و218 اهو كده. الحمد لله احنا خلصنا lesson 3 و4 unit 4، فاضل لنا ان شاء الله يوم الاربع هناخد 5 و6، يبقى خلصنا unit 4 ان شاء الله بسلام وامان، كده احنا ماشيين كويس. طيب نبدأ الديكتيشن، نبدأ ما نبدأش ليه؟ نبدأ احنا صغيرين يعني، نبدأ الديكتيشن. قد تفتح الكاميرا ولا لا؟ بس طبعا both of you، انتوا الاثنين، يلا هعد لحد ثلاثة. one طب ثانية بس، عجيب الكراس. طيب ماشي، سكول ولا عجيب الجنب؟ ثانية سكول يلا. ثلاث وربع امس. ماشي يلا. فتحت الكاميرا بس مش شايفاكم. يلا يا قلت فاطمة. يا ميسي الثالث والرابع يونت 3 صح؟ نعم ميسي مش انت قلت الثالث يونت، قلت الثالث والرابع في يونت 3 لا، يونت 4 مش يونت 3. ميسي. انتوا ذاكرتوا ايه؟ الثالث والرابع ميسي، احنا لسه واخدين، احنا لسه واخدين الثالث والرابع دلوقتي معاكي طيب ما انا بقول حضرتك في 1 يونت و 2، 4 ما انا بقول 1 و 2، يونت 4. ما انا بقول 1 و 2. انا سمعت 3 لا و 4. لا 1 و 2 هسمع لكم اللي خدناه النهارده ازاي. يلا افتحوا الكاميرا بقى، يلا بسرعة 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 عشان الوقت فاضل ثواني 3 دقيقة ثواني ولا اجيب ثواني ثواني. اوكي.